أحد منظمي هذه التظاهرة يعترض على وجود شرطة مكافحة الشغب ويهدد بالاعتصام في حال عدم تلبية مطالب المتظاهرين التي يعدونها أي المتظاهرون يعدونها حقوقهم المشروعة. شنو ملاحظتك؟ طبعا هاي اول ملاحظه خرق بالنسبه للحكومه المحليه، لان احنا اعلنا اعتصامنا بباب دائره الكهرباء. لا تظاهر، واذا ما استجابت الحكومه نعلن الاعتصام. هاي اول شغله احنا نرفضها. شرطه اعمال الشغب يوقفون هنا، ما المفروض اعمال الشغب يوقفون هنا. خليته مني. اخواننا مسؤولين الشرطه، سوا اخوان بلغنا نوقف بباب دائره الكهرباء. احنا مدنيين وسلميين ووطنيين، هذا الوضع مرفوض. باب دائرة الكهرباء نريد نعتصم، ما المفروض خلوج علينا شايته؟ سلميين احنا حماة هاي المحافظة، احنا اكثر وطنية من اكثر المسؤولين. استاذ خالد سلميين 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 سلميين.